تبعا للتوقف عن العمل الذي تم تسجيله على مستوى بعض المكاتب البريدية، أصدرت محكمة الدار البيضاء اليوم أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعيته، فضلا عما ستقرره العدالة وفقا لنتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي. ستتخذ المديرية العامة لبريد الجزائر كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السرية المفعولة. هذا ويعلم وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر، يعلم الرأي العام أنه تبعا لرصد نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين لا سيما مصلحة البريد، والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها. فإن نيابة الجمهورية قد أمرت بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها، وأن القانون سيطبق بالصرامة اللازمة.